بس بالستوب ديفكشن قبل ما نبلش في حالات بدنا نعرفها. هذول حبر. اول حاله لو كان هي ستراكشر مو هي الحاله بس خليها اربعه. لو كان عندك سمبلي سبورت البي وعليها لون دبليو زي هيك وهي ال المومنت الجرام منها هيك صح؟ او هيك عادي تنشن او كونشن اعلى قيمه هي دبليو ال تبعي على 8 ماشي؟ حفر بس هاي ستراكشر 1 مش 2 هذا ديفليكشن صراحه لا هذا مومنت مومنت ماكسيموم مومنت ديفليكشن الرسمه هي مومنت لا هذا مومنت دايجرام مومنت دايجرام هي فعلا لما ترسمها زي ما احنا متعودين نسمعها على الكارت بس تنشي الكومبشن هاي بدي لسه افهمها في عندك حاجه ثانيه لو نفس البيم بس مش لون موزع لون مركب بالنص وضع العفنين وضع العفنين بكون المومنت هيك المومنت دايجرام صح؟ يلا هاي القيمة بي ال على 4 بدك تثبتها اقطع عند البيم خذ المومنت اطلع معك بي ال على 4 هذا ستراكشر 1 ايش فيه؟ بس الستراكشر 2 اللي بدي اياه انا عندك لو كان عندك فيكس بي اللي خليناها قبل شوي وكل ستوب ديفليكشن عادي مش يعني لازم انا بعرف سؤال من الحال الغلطان فيه غلطت لاني غلطت بالخطوه الاولى اللي هي هاي هاي دبليو وهاي ال المومنت دي كلام لو فاليو فاليو صح؟ صح هيك هاي القيمة اللي على اليسار دائما سالب سالب دبليو ال تربيع 12 ماشي وهاي دبليو ال تربيع 12 طب ليش سالب؟ بالستوب ديفليكشن فرضك الكاونتر كاونتر كلوك وايز يعني عكس تقارب الساعة سالب سالب هذا المومنت راح يطلع معك زي هيك والله راح يطلع معك زي هيك الدكتور برسم من هيك انا برسم من هيك عشان هيك لو طلع والله هيك كيف سالب بس احنا السالب معروف احنا كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعة سالب هيك بالستوب ديفليكشن فانت الفيكس بيم راح يطلع معك هذا لما تحله زي ما احنا قلنا بشيء طلع مع الرياكشن هيك صح؟ الرياكشن هيك عكس اقل ساعه يعني سالب تبريد اكثر بيع فبالستوب ديفليكشن راح يكون عندك دائما الطرف اليسار في سالب واليمين هذا اللي بيحكيه الدكتور لازم يعني طيب شو بيحكي لعاد شو بيحكي الطلاب انه اكسر عصاي المفروض تمشي من تحت من الوسط هي شغلات ما شفناهاش ولا مكان بس عندك البين زي هيك هذا بعد ما اخطاه احنا بنعمل زي هيك صح؟ لا صح؟ هاي في لود هون في لود هيك فهذا المومنت هو هذا سكن فلو بدك ترسم على الجهه التحتانيه تحكي هذا موجب وهذا سائل احنا كيف بدنا نعرفها؟ ما بتحتاجهاش ما بحتاج لا ما اخذناش هذا المفروض ناخذ ستراكشر 1 اللي بعته سلام هسه ما اخذناهوش احنا طلبنا فيه طيب انتوا اخذتوا علامات انا واحد عندي فيها 9 غير واحد جاي ما بينفعش عشان شلون؟ بعد 9 فانت هاي السنه اللي بتسويها تربيع 12 وهي دبليو ال تربيع 12 شكل المومنت هيك عكس عقارب الساعه مع عقارب الساعه بهمش بس انت دائما بستوب ديفليكشن اي قيمه بتطلع معك عكس عقارب الساعه سالب حتى لو طلع معك مع عقارب الساعه سالب اهمل الاشاره المهم اتجاه الساعه مش الاشاره مش اطلع طيب هاي ايش؟ لو كان موزع لو كان عندك نفسه بس كان عندك لود مركز هاي على النص هاي المسافة على النص في حالة زي مش بالنص بده يكون المومنت دايجرام بده يكون المومنت دايجرام طالع من هون طالع من هون نازل لهون طالع زي هيك صح؟ كين تاي سالب بي ال على 80 و في هاي اللي هي رسمة ال نور الدايجرام بعد ما حطيتها لا زي هيك زي صح؟ هسا في حالة ثالثة هذا مش بالنص مش بالنص هو مسافتين يعني قوانين هذا القوانين لازم يعني اي غلط فيه بروح السؤال لو كان عندي هذا اللود هون بي على بعد مسافة اسمها اي مثلا على بعد مسافة اسمها بي ماشي عادي مثلا 5 و 3 مش متساوية بيكون المومنت هون ايش سالب بي القريب في البعيد تربيع على ال تربيع اللي هو طول البي
القريب في البعيد تربية. هسه هون موجب صح؟ بي في القريب بي على في القريب ايش بي؟ بي شو البعيد؟ تربية تربية على التربية حبيبي هاشم بي في اللي بي هاي اللود بي وهاي هي المسافة القريبة هذا الامتحان جاي بي تربيع هي المسافة البعيدة بعيد بعيد عن ايش؟ بعيد عن اللود اللود البعيد عن السبورت هذا السبورت هنا شو المسافة البعيد عن السبورت بي اللي ورا اللود اللي ورا اللود هاي بي بي تربيع انت مرة اخذت من اليمين مرة اخذت من اليسار بالضبط تشوف هذا مو تمام هذا مو متين مكتوب يعني لما تحب هذا على الفورش ميثود بس بتحمل ترجمه بيطلع معك هاي بي ماشي يعني هي فورش ميثود في اساس الشمال دائما تحط الرسم أدينا على شمال سبب هاي الحالة هاي الحالة مثلاً في غيرهم لا فيش غيرهم هذولا هسا لو في حالات غيرهم بحطهم بالامتحان هسا في حالة الهبوط السيتلمنت اللي قلت برجع لها الهبوط الهبوط عندك سام كونفنشن إلها زي هيك هاي سالب موجب سالب شو معنى هذا الحكي؟ وهاي المسافة دلتا صح؟ هسا لو كان عندك سبورت زي هيك صح مثلا وهذا نزل صار له هبوط صار له زي هيك صار له اثنين مثلا هيك صار له هيك صح هذا اللي على اليسار كان هون صح قول كان هون نزل صح يعني قول له خط الصفر الرسم واضح هذا نزل صح هاي وهي هاي نزول هاي اسمها دلتا ايش تكون موجبه موجبه لو جه اليسار نزل فتحت سالب سان كونفنشن كيف كيف هذولا نفس يعني حسب لو اللي على اليسار نزل موجب ولو اللي على اليمين نزل سالب طلع سالب طلع موجب خلاص موجود بالشكل موجود بالشكل ماشي فهذول الحالات بس لو طلع شو قلت انا ايش لو طلع على اليسار موجب لو طلع على اليمين سالب ايوه هذا ايش في صافي نزل طيب هسه هاي الحالات خلص اعتبرنا ان حفظناها تمام حفظتها هذا مش جاهز ستراكشر 1 يعني ثلاث حالات ستراكشر 2 والسيتلمنت الهبوط الهبوط ما جابوش بالسؤال الهبوط اذا ما ذكروش بالسؤال يعتبروا صفر ليش صفر هسه انه يمشي في هسه بروسيجر معين خلص تحكي له ستيب 1 ما لوش علاقه ولا شيء خلص طلع بتغسل النواتج تطلع معك مباشرة الهبوط ما بيجينا على الفرش لو وجه هبوط على الفرش مثل طبعا مو شرحهاش بس شفتها على النت تمام لو وجه هبوط مش احنا كنا نحكي صفر تساوي كذا بدل الصفر حط مقدار هبوط يعني بدل تحكي موجه زي الاشارة هاي انا شفتها على النت هلا في سؤال ناس من شرط يعني اذا ما الجواب مش شرط يطلع معي زي اللي معه طب ليش انا حاطط عندي معادلة صفر مش صفر حاطط لي سالب 15 سالب 15% رجعت اقرا السؤال الاول يقول لي if there is settlement in the joint one طبعا عندي الاولى ف شو اللي صاير هون زمان حاولت اسمع هاي المواد الدايجرام ظلت معي دبليوات تربيع عشان طيب شو القصه مش عارف بغلطان طيب هسا نفس السؤال اللي خليناه بالفورس ميثود نفس السؤال اللي هو كان فيكست رول كان زي هيك وكان 2 كيلو نيوتن وكان 5 متر اول خطوه ترطيب هذول نفس هذول لازم السوبر ثاني خطوه الدايجرام اول ما التوتال 6 متر رياكشن 4 2 سكند اند ديرمان فيرست اوت صح هاي اول خطوه هسه المومنت دايجرام هسه احنا بنشتغل بالمومنت دايجرام المومنت دايجرام نمبر واحد ها في عدد صح هسه بتسمي هذا ايش ام واحد اثنين تمام اسمه ام يعني قيمه المومنت من المنبر الاول للثاني وهذا قيمته ام اثنين واحد يوم من الثاني للاول زي هيك تقرا لانه في عندي منبر ثالث منبر ثالث اثنين اثنين ثلاث زي هيك اثنين ثلاث ثلاث اثنين بس من جاء امثله كثير هذا ما هو اكثر هذا ما قلنا 10 امثله فطلعنا هذا هذا كله ستيب 1
هسا الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه شو بتعمل؟ بتخلي هذا فيكس بي، حوله لفيكست. هي الحالات الحفر اللي حكينا، هاي اثنين وهاي خمسه صح؟ اثنين كيلو نيوتن وهاي 5 متر. كيف شو قيمتها؟ هاي شو بنسميها؟ هاي هذا فيكس صح؟ وهذا فيكست، فيكست اند مومنت، يعني مقدار المومنت بنهايه الفيكست هاف. فيكست اند مومنت هذا واحد وهذا اثنين صح؟ فيكست اند مومنت واحد اثنين. شو بده يساوي؟ سالب دبليو ال تربيع 12، وبعد حفظناها نحن قبل شوي. سالب دبليو ال تربيع 12 كم بتطلع؟ تطلع معي سالب 4.16. وهي نفس الشيء دبليو ال تربيع 12 فيكس اند مومنت 2 1 بتساوي 4.16. طبعا هاي الخطوه الثانيه. هسه بحط هالقلعه على اثنين. هسه في خطوه ثالثه، الخطوه الثالثه بدك تكتب معادلتين، معادلتين هون حسب زي اسمك. حسب زي اسمك معادلتين. طبعا هسه بقول لك كيف تفهم منها اسرع، مش زي الدكتور حط لك اياها 4 6. لا ستيب 3. هيك بدك تكتب الامتحان ستيب 1 بده يشوف 6 خطوات دكتور. 6 بالترتيب. بخليني اشتغل هذا بدون شرح كثير منك. بوقت شوي. بس الطريقة كثير بسيطة. ستيب 3 شو بنقول له؟ بنقول له المومنت 1 2 هاي الكلمة، أنا بطلع هاي وهاي صح؟ أما 1 2 شو بدها تساوي؟ طالما فيكست المومنت 1 2 زائد هاي حفظ مش من عندي زائد 4 بي ار ثيتا 1 على ال على ال زائد 2 اي ار ثيتا 2 على ال زائد او ناقص 6 اي ار ثيتا 1 2 هذول حفظوا هون؟ هذول حفظوا هاي المعادله الاولى، المعادله الثانيه هسه بقول لك طريقه تحفظها اسرع لك من كلها ام 2 1 انا طالع معادلتين، كل منبر له معادلتين. هي كل منبر له معادلتين، معادلة المومنت اللي هون، معادلة المومنت، عشان هيك حكينا المومنت ديجرام أهم شيء. هاي معادلة المومنت اللي هون معادلة، فكل منبر له معادلتين. إلا الكنتيليفر اللي نجيها بعدين. الكنتيليفر شيء ثاني. الكنتيليفر قبل هذا كله في خطوة اسمها ستيب زيرو. هاي الخطوة اللي مش الدكتور مشافهاش بكمل شيء. مش راح يطلع حل معك أصلاً. هذا تعطيك الأول واحد تعطيك قيمة المومنت جاهزة. جاهزة. فيكست. إن. مومنت 2 1 2 1 2 1 زائد 2 بي ار ثيتا 1 على ال زائد 4 بي ار ثيتا 2 على ال وهذه كونسبت زائد او ناقص بي ار ثيتا 1 2 على ال ترتيب. هسا السؤال ذكر فيه هبوط، هذا حكى لي فيه ست المنت شيء؟ لا 1 2 ولا 2 1 نفس الشيء 1 2 ولا 2 1 حكى لك في هبوط؟ لا معناته صفر، هذا صفر ماشي. فيش دلتا واحد اثنين هي هبوط الدلتا 1 مش ثيتا، دلتا هي يعني ديفليكشن. دلتا واحد اثنين اللي هي الهبوط، ما تفكركاش بالسؤال هبوط حط له خطين هذول، يعني هاي صفر وهاي صفر صارت طبعا زين سالب حسب الاشارات. بس دلتا واحد ما هي اسفل شمال احنا بنمشي خطوات فالسالب هيك ايش صفر. غلط المعادله معك، هاي وهاي هذول معك صح؟ هسا هاي ستيب 3 بتخليها زي ما هي، تروح هسا ستيب 4. يلا ستيب 4 بدك تحدد له وش اسمه الانام، شو المجاهيل وشو المعطيات. الانام شو عندي انا؟ ثيتا 1 ثيتا 2 والدلتا صح؟ هذول هاي الخطوه التصوير المفروض بعد بس مش مشكله. ثيتا 1 وثيتا 2 هاي ثيتا 1 ثيتا 2 وثيتا 1 صح؟ حكى لي السؤال فيه هبوط معناته صفر فعلا صفرتها. طب ثيتا 1 في ثيتا عند ال 1 عند الفيكست في ثيتا صفر صح؟ معناته صفر. ثيتا 2 في لها قيمه معناته انا ايش عندي مجهول؟ عندي ثيتا 2 فهسه ايش صفرت المعادله معي؟ هاي صفر هاي صفر فصفت المعادله هاي وهاي بس هذول
حدين فضل علي اطلع ثيتا 1 اللي هي ستيب 5 ستيب 5 ثيتا 2 بس ثيتا 2 طبعا اساس بس اخلص السؤال بقول لك على اساس هي 4 4 هي 2 بس ستيب 5 ايش المجهول عندك ثيتا 2 خذ سيجما مومنت عن 2 مجموع المومنت بيساوي صفر اتزان اسم الخطوه هاي اكويليبريم ايكويشن تفكيره سيجما مومنت عند المجهول كم زيرو طبعا انت بتروح تاخذ المعادلات اللي هون تروح على رسمه الدايجرام هاي جوينت 2 صح كم مومنت عليها مومنت من 2 1 صح معناته سيجما يعني ام 2 1 شو بيساوي صفر صح سيجما ايوه هاي ام 2 1 طيب خلص المفروض اتعوض من هذا وطلع من قيمته الثانيه لو كان عندي منبر ثاني لو كان عندي منبر ثاني والدايجرام بقول امسك من الدايجرام هاي شو بدها تكون مثلا ام 2 3 صح فشو راح تحكي له ام 2 1 زائد ام 2 3 بيساوي صفر صحيح ماشي بس هسه ما طلع لانه ما عندي شيء الا منبر واحد راح نحكي له ام 2 1 هي الصفر صح؟ بنروح على معادلة فام 2 1 صفر شو ام 2 1 هي المعادلة صفر شو الاف هاي ما عندي ثيتا هاي شايفها هاي راح تحكي له 4 1 1 0 4 1 1 طلعنا بدون التغيير هسه اغلط هاي المعادله بتساوي صفر طلعتها من وين عندك بس 1 اللي هو بس ثيتا ثيتا زائد 4 اي اي ثيتا 2 هذا كم على ال كم طول ال 5 طول المنبر مش طول البيم طيب طول المنبر 5 بس شو بيساوي صح؟ الاي اي ثابت خلص تطلع معك ثيتا 2 كم بدها تساوي؟ اولها الجهه الثانيه ثيتا بتطلع ثيتا 2 بتطلع معك خلص طوله 5 صح؟ بتطلع معك سالب 5.2 على اي اي حطها سالب ولا حطها 300 هاي ايش؟ ثيتا 2 هاي ستيب 5 اخر خطوه خلص هاي كده خلص السؤال ستيب 6 طلع قيمه السالب عوض هاي بالمعادلات اللي هون صح؟ بالضبط هاي ثيتا تطلع عوضها انا السالب صفر معك وفعلا طلع صفر عوضها ضمن 1 2 اما 1 2 شو بده يساوي؟ كم ثيتا 2 زائد 2 اي اي في كم في هذيك السالب 5.2 على اي اي طلع معك اي اي طلع معك اي اي شايف خلص هذا تطلع معك على الاقل اللي هي 5 كم تطلع معي هاي سالب 4.16 سالب 2 5.2 هاي 5 تطلع معي سالب 6 وربع طلع هي ها حتى 2 4 قلت لك هاي فروق تقريبا سالب 6 اوكي هاي ام 1 2 سالب شو يعني عكس عقارب الساعه يعني المومنت يعني هذا كم عكس عقارب الساعه كم سالب 6 وربع يعني هذا هيك 6 وربع بس احنا مش عكس عقارب الساعه بكون سالب مع عقارب الساعه الموجود ايش؟ لأن بنستخدم المومنت مش عكس عقارب الساعة سالب ومع عقارب الساعة هي والله هي عكس عقارب الساعة طبعا طلع سالب سالب يعني ايش؟ لا مش انه فرضك خلص هاي طلعت سالب يعني هاي عكس عقارب الساعة مباشرة هيك تمام طلعت معي سالب 6 وربع ايش ام 1 2 اللي هي هاي هاي طلع معي رياكشن 6 وربع صفر انت صفر كذا وفعلا مش لما حلينا طلعها 6 وربع او 3.75 خلص السؤال هاي هي السب ديفليكشن السب ديفليكشن سوى طب هذاك هي ام 1 هي ام 1 2 اللي هو نفس الشيء كم طلع معي؟ سالب 6 وربع يعني عكس عقارب الساعة هي عكس عقارب الساعة 6 وربع يعني هي بس مثل بس تطلع لي ما هو انت لما طلع المومنت صار معك ديتير هسه ما في حالات طلع لي المومنت طلع لي الاكشن انت بتطلع لي سيجما 5 سيجما مومنت هسه لو في منبرات ثانية بتصير اطول شوي بس في عندك خطوات طلع مسمى ستيب 1 ترسم المرة الدايجرام حددت له شو اسمها
ستيب 2 بتقول له طلب فيكست مومنت، بتحول كل منبر لفيكست معادله كامبليتور. ستيب 3 بتحط له المعادلات، هسه المعادلات الفيكست مومنت ما بعرف شو هي، هسه هون بيكون زي ما تحكي لو بدي اخذ عامل مشترك، بدي اخذ عامل مشترك، هسه هي الشغله هاي الشغله ام 1 2 صح؟ صح صار فيكست مومنت 1 2 خذ عامل مشترك 2 على ال شو بيطلع معي؟ شو بيطلع معي؟ ثيتا 1 2 ثيتا 1 زائد ثيتا 2 صح؟ لو اخذت عامل مشترك لهذول هي 2 اي اي على 2 ثيتا 1 زائد ثيتا 2 يعني زي ما تحكي 2 في الثيتا القريبه هي 1 شو صار معي؟ هاي المعادله من وين اجت؟ هاي من اجت من هون، اخذ عامل مشترك بيطلع معك 2 اي على ال في 2 في الثيتا القريبه زائد الثيتا البعيده لحالها. عشان هيك انت لما تشوف كل الاسئله ايش عندك هون؟ 4 اي اي هناك 4 اي مع ثيتا 2. ليش؟ لانه انتقد ام 2 1 تساوي اف اي ام 2 1 زائد 2 اي على ال في ثيتا 1 عشان هيك 2 4 يعني انه احفظها الرقم القريب تضربه ب 2 بيكون هو ال 4 دائما ال 4 شيء ثابت، اما البعيد بيكون هو ال 2 بس هي اسمع هلا كمل هسه بدي اشرح في سؤال سنوات لحاله في حاله اثنين متفقين هسه ليش؟ طيب ليش بيفرق عن هذا كثير؟ كل ما بيفرق عن الفريم هسه في عندك نقطه فصل بس عم بالتفسير فصل بتطلع خليني شو رايك؟ طيب فالخطوات هي بتطلع هي بتبلش لاش كمان في فريبر ميكروشن سيجما مومنت هسه في اسئله صارت ساعه وهذا كم دقيقة؟ إلا دقيقة زي ما بتطلع اه يا سيفيرات اليوم 44 ساعة عادي بيم نبلش بيم بعدين فريم عادي كله زي بعض عندي والله يقل لي بس الارقام ديستريبيوشن 6 جيجا نيوتن 6 6 جيجا 4 متر عندك لود 6 جيجا 6 جيجا 16 3 متر هذا اعطاه محاضرة اليوم بمومنت ديستريبيوشن اعطاه هذا المثال بالمومنت ديستريبيوشن طريقه السكن طريقه السكن لا هي بعدها هون احكي لهم موجود البي دي اف شوي شوي طبعا كيف توقفوا ولا ليفر مثلا ايه تاخذ كلهم مثال هذا خلص مثال هذا مش مشكلة. واخذ هذا السؤال. نظام هذا الفريم وسنوات. بس. كنتليفر. ما هو كنتليفر سنوات اصلا. حلو. يعني بتبلش كنتليفر قبل السنة. طيب اول شيء الطبقة هاي الطبقة
عندي المنبر الاول هتبقى في دافة ونكف اللي عندي بنا مش عارف مش جديدة. طيب عنا التوتل تسعة الرياكشن سبعة الفري اثنين انترتيرمنت سكند اور تفنن انت دائما سكند اور المهم انتهيتهم كل من برا لحق كيف سكند؟ مو اربعة سبعة ثلاثة طيب انت بتفنن كل السيت طيب عندنا المومنت ديجرام تفتح كل من بعض الحال تخلي كلمة السؤال ممكن تجيبها صح حلو أربعة وردة بس زائد أربعة زائد قريب
زائد 2 في الزاوية البعيدة على الأقل، زائد أما قصة الستة بالتالي على الأقل. يا أخي شوية ثلاثة وين مثلا؟ يوم المينا؟ طبعا وين موقعهم؟ ما هذا زي هذا بمين مش هذا زيرو صح بس هذا ما زي انت قسمته خلاص تمام انا فاكره واحد خلاص هل اثنين واحد هسه هل واحد اثنين شو صار؟ بدنا نعوض الثلاثة
أما هاي الاثنين يعني بعد ما أول رسيته أكون تو كم بيطلع مباشرة إذا بدي أطلع من نفس ربع سنة بيطلع معي سالم 6.8 بعد ما وصلت أنا رسيته زي ما عملنا بالسؤال الأول وأنا 2.1 طلع معي 10.39 وأم 2.3 إجباري يكون زي هذا بس العكس ليش؟ صفر حكينا هذا بيساوي صفر فإجباري يعني أنت لو ما طلعش معك أعرف أنك غلطان بس لو طلع تقريب يعني لما طلع معي هذا طلع معي 10.41 بالسالب فرق صغير يعني وإذا طلع هذا الفرق شو حطه حتى تساوي خلاص حط واحدة منهم عادي مش راح يأثر لك وعندي أم 3.2 12.8 عند الضغط مش فيكس كان رول مثلا المومنت انت زيرو لو عوضت انت 3.2 وطلعش زيرو معناته في خطأ يعني راح يكون في شيء يعني خلص من رسمة المومنت بالجرام هاي بتقول لك انه في خطأ ولا لا النقطة صح قيمتين هذول تسكرهم مع بعض وطلع معك طيب هاي المومنتات يعني لو بدنا نرسم عندي هسه كيف صار من الشكل بدنا نخلي زي ما نحكي مفصول يعني خذها لحاله نخلي لحاله هسه كيف بصير زي كانه هاي مكرر هنج زي كانه بس مش مكرر هنج بس انه الشغلات اللي عليها مومنت عليها كذا عملنا فنروح اخذنا الجزء اليمين هذا عليه الفيكس وهذا فور عادي لا خليه زي كذا هاي 16 وهاي 3 وهاي 3 كم طلع مع ام 3.2 هاي 12.8 موجب يعني ايش مع عقارب الساعة يعني ما بحول فيكس لا لا هذا السؤال بعد ما خلصنا بس الخطوة الأخيرة هاي مش مطولة شو تسوي كيف طلع الرياكشن بعد ما خلص المعادلات بعد ما خلص المعادلات هذا 12.8 وهذا اللي هون كم طبعا ما في هون تقريبا زي ما تقول هورا بس هون 10.39 صح نفس الوقت سالب 10 هون عكس وفي ودي هاي 6.8 صح هاي نفور لود 6 كيلو هاي الفيكس صح بس لو بدك تحسب لها تاخذ المومنت هون سيجما مومنت تساوي 0.1 عادي رياكشن عادي شو المجهول عندك هاي الافقيه وهي عموديه افقيه برو صح شغل عموديه بتطلع انت فعليا ار اللي هون هي خذ سيجما مومنت عندي 2 تساوي 0 هذا 2 صح شوفي عليه سالب 16 في 3 زائد ار 3 في 6 هسه المومنت 3 هسه هون انا ايش فرضت عكس عقارب الساعة هسه هون صار سيجما سؤال عادي ليش تحكي انه هاي سالب هاي موجب لا خلص سؤال عادي سنة تقول فيها شيء هاي ايش مع عقارب الساعة وانا فرضت العكس موجب مباشرة سالب 12.8 و زائد 10.39 هذا بيساوي 0 تطلع معي ار 3 ار 3 رياكشن عمودي فرض عكس عقارب الساعة موجب هاي هون بس السؤال اللي خليته كله على ستوب ديفليكشن اشارات ثابتة تمام ضغط لها 16 موجب مع عقارب الساعة انت ما اخذ المومنت هذا ولا؟ ايوه حط لها الاثنين فبتطلع معي ار 3 طلع معي رياكشن عمودي صح؟ خذ الجهة الثانية نفس الشيء سيجما مومنت عند 2 شو طلع معك؟ بطلع معك هذا رياكشن رياكشن عمودي طيب لو سكرت البيم شو صفى المجهول بس اللي بالنص خذ سيجما فواي الشكل او شو بتعمل خذ مومنت هون والعكسات كيف بدي اطلع خلص ما بتهمل اهمل عشان قلت لك البيم اهمل بس بالفريم لا هسه بيطلع لما نحن سؤال بس بهذا ما بيطلع مستحيل يطلع خلص صفر طلع بس الواي والمومنت اصلا فيش شغلات افقيه فصفر اجمع فلو بدك طريقه ثانيه مشان توجد رياكشن اللي بالنص خذ مومنت هون بيطلع معك ار 2 واي صح؟ خذ مثلا مومنت هون بيطلع معك ار 2 واي ما بصير الشكل الواحد اخذ المومنت اللي في الواي ما بصير سكرته من دون ما اسكره بس انت مش طلعت ال بدك تاخذ سيجما اف واي هون انت مش طلعت ار واحده منهم طيب ليش ما تاخذ سيجما اف واي لنفس الشكل؟ بيطلع معك ار 2 واي صح؟ بس لازم مجموع الثنتين هذول بيعطيني الرياكشن الاصلي زي الهنج يعني بقدر اعملهم بس اجمعهم مع بعض ما هو قلت لك انك تاخذ مومنت هون مومنت هون بيطلع معك ارتو واي ارتو واي بصفر عشان هيك بالفريم كل اس راح تصفر راح تطلع الاكس من هون لا زي هسه هذا السؤال
كان خلصنا رياكشن خلص السؤال. هسه في فكرة الكنتيليفر. طبعا في فكرة ثانية انا احط لك وقت زيادة هون. بدي احلم على السماوات مباشرة. مشان توجد الفيكست اند مومنت. شو تسوي؟ احسب كل وقت لحالك. افصل الحالتين. بجمعهم جمعة. طبعا الجهة اليسار بكون طرح اثنين سالبات والجهة اليمين. ما ليش فيه هسه نشتغل. هسه بس نشتغل الكنتيليفر مباشرة فريم. الفريم السنوات. لأجع الفصل الثاني وانا اقول لك راح يجيك السؤال الجاي. هاي السبنت فليكشن خطوات احرام ما يمشي. اعطيني الكنتريبر اي تنبيل من الفريم الفريم او اللي هو بين صح؟ اخي لو افكر انه لو كان عندي خطوتين موجودة هسه اشرح لك مو سؤال سنوات مو سؤال دكتور كيف كان يحكي المحاضرة لو جبت لك كنتريبر هون لو توزع هون لو تخطي ودام جبت لك هيك جبت لك احلى الحالات حكى لك خطوتين وكنتريبر كيف يجيك من الفريم كل هذا ممكن يعني موجود الافكار في الشورت كمان صح الفكره مش حاطها انه ذا فيسه المات حكى ذا فيسه المات عضو بالضبط شربت هون مش هون هاي الفيسه المات بدل الصفر سالب خمسه شو بدي افرحها موجوده هي الدوسيه تحت نفسها طبعا نفسها بس في خطا بالسؤال واحد اسال الفريم مش السنوات فريم عادي كنت باخذ دبليو او تربيع على 8 في اكس بي كنت مساوي والبي ال على 4 كنت مش بيلعب على 8 يعني السؤال كله خطا فيه لا في بعد هذا خطا هذا السؤال اذا بدك تسمع من اول شيء في خطا الموجوده في دي اف في خطأ أنا شو كاتب لك هون بيقل على 4 شايف بيقل على 4 كنت كاتب لك وهون كاتب لك بيقل على 8 أيوة. يعني كنت شايف السؤال كله هذا كنت يجب السؤال أي مرة بس حلو التقلون المخطوط صح؟ التصوير براه إلا بيديا لو بدك تحل انت على زي ما كنا نحل نحكي فيكست انت مومنت ونحول لفكس صح؟ بس شو معادلة المومنت الفكس المومنت كامل اي اي زائد ثيتا في اخر حد كان ستلمنت صح؟ طيب بس هذا الديفليكشن شيت له كيف؟ لو بده يكون عليه ديفليكشن بده يكون زي هيك مثلا نزل بصفر هون طيب افرض هيك شكله صح؟ في قيمة هون صح؟ هاي دلتا نفس عطون دلتا 2 3 طيب هاي شو انت من كيف تعرفها؟ وهنا في رياكشن انك تطلعها مشان تحسب ديفليكشن فيرتشوال وورك ثانيا بنتهمش لانه شو بصفي عندك من جهه الثيتا والدلتا عشان هيك في طريقه بتحكي لك قبل ما تبلش كل هالحل يعني كانت لي بس خطوه زياده عن وصل اكثر الحل بصير اللي بحكي لك اياه لو هسه انت طلعت هون وجدت المومنت كم المومنت طلع معك مباشره صح لا في رياكشن ولا في شيء طب اقطع عند السبورت نفسه فعليا انت بتوجد المومنت كيف؟ كم طوله؟ ثلاث صح؟ شو كان الخطوة قبل خطوة 1 و 2 و 3؟ شيء اسمه ستيب؟ زيرو أو ستار هاي لازم تكون قبل كل شيء قبل الترقيم قبل الترقيم شو بده يكون عندي؟ بقطع حافظ دتير قاعد يقطع عليه 4 كيلو مترتين والمسافة 3 متر وفي عليه شير وعليه مومنت ايش المومنت؟ ام 2 3 صح؟ ام 2 3 طب بالحل مباشرة خذ سيجما مومنت عند القطع سوي صفر بكون عندي سالب ام 2 3 سالب 4 في 3
فطلع معي أمس 2 3 سالب 12، مش سالب 12 يعني عكس الفرق بالساعة أو لا، عكس الفرق اللي هون. فسالب 12 يعني فرق هنا لو مسحته، لو مسحته كان بيصير معي هيك صح؟ هذا هيك 12. 12، هذا 12 ايش؟ عكس عقارب الساعة، يعني لما نعوض معادلات الديفليكشن سالب 12 معي. صفر. وإذا كان بحطه سالب 12، بس لا أنت دائما نشتغل ايش؟ على الأسهم. حتى بالدهن أسهم. هسا هيك ايش؟ طلعنا أم 2 3. طب أم 3 2 اليوم كم؟ زيرو فري. شلون المومنت زيرو فري؟ لا في سبورت ولا شيء. معناته كمان أم 3 2 تساوي زيرو. فصفى معك البيم في الـ من بالواقع بس. بس أنت طلعت من الأفلاك محل سؤالك صح. هسا كيف ترتيبه؟ ستيب 1 هسا ستيب 1 شايف؟ يعني الكنتيليفر أسهل بكثير. ستيب 1 طرقين 1 2 3 منبر عندي توتال 9 رياكشن كم رياكشن دي 1 3 4 3 5 اذا فيرست اوردر صح المومنت دايجرام بس ما المومنت دايجرام عندي فيكس فالو زين صح؟ وعندي صح؟ ممتاز ام 1 2 ام 2 1 ام 2 3 طلعتها وام 3 2 طلعتها لما انا طلعتها انا كمان طلعتها عكس بعض تساوي صفر صح ولا لا؟ شو كيف السؤال كيف فرق؟ فرق هاي ستيب 1 ستيب 2 حول المنبر اللي ضل معك لفيكست مش المنبرين تحولين لفيكست احنا ليش اصلا نعمل فيكست؟ عشان نطلع المومنت صح؟ ليش طبعا احنا طلعناه؟ فانت بتعمل فيكست بيم بس لهذا الكنتيليفر تنساه خلص بطل اصلا احنا بنعمل هذا كيف طلعت المومنت؟ هيني قطعت وجبت انت بتطلع قيمة المومنت عشان هيك الدكتور حكى لنا ستيب زيرو تبلش لي هاي تطلع لي المومنت شو الكنتيليفر اسهل صح؟ بس لو اللي ما حضرش هذول ترى شو مدري انه بده يعمل هيك؟ راح يبلش مباشره فيكست راح يصفي معاه مجهول الدلتا الدلتا هون مش صفر زي السبورتات يعني صفى عندي زي هيك هسه هذول معي فريم هاي معي عكس هاي بس احنا بنطلعها فاصله مش هتتكلم محمد هاي ستيب 2 ستيب 2 اكتب حول كل واحد لفيكست بس واحد حولش اثنين يعني اذا كان في عندي ثلاث مباريات واحد منهم كالتيليفر طب انا في اثنين لما احول لفيكست ما بصير له لا لا هو بتكون فيكست اند مومنت مش ام اثنين ثلاث فيكست مومنت مش نفس ام اثنين ثلاث هذا الشيء هذا الشيء عشان هيك كنتليفر بلش كنتليفر والمنبر اللي ضل عليك بتعمل له فيكست مومنت فهذا صار عندي سؤال بس فيكست مومنت عليه 2 كيلو نيوتن لكل متر وطوله 6 متر هذا بتكون سالب تربيع وتربيع 12 فيكست هاي غلط لا ما كنتش غلط سالب تربيع وتربيع 12 كم تطلع؟ ما تطلع؟ ما تطلع؟ ما تطلع؟ تطلع سالب 6 وهاي 6 هاي ستيب 2 خضاك من الساعة خلاص ولا زي كنت السؤال والله ما ستيب 2 تطلع المعادلات كم معادلة بس معادلتين أم 1 2 أم 2 1 خضاك طلعت ليش أكتب المعادلات ام 1 2 تساوي فيكست ام بوم 1 2 زائد 4 اي ار 3 1 على سالفه 3 2 اي ار 3 2 على ال زائد 0 فشتغل فشتغل انا بركت الدلتا ما قلتها ام 2 1
أم 2-1 زائد أم 2-3 والله كم؟ 12 عكس عطار الساعة يعني كم؟ سالب 12 وهي أم 2-1 فيكس البوم 2-1 كم تلعب؟ 6 زائد 4 ER فيتتو على الأقل كم طول المنبر؟ 6 تساوي 0 فيتتو كم بدك تساوي؟ 9 على ER فيتتو طلعت مع 9 على ER تعوض معه واحد باثنين طبعا ما فيش جاي تعوضها باثنين لازم تطلع معك عكس طرف لازم تطلع معك 12 كمان حتى يتأكد عوض 9 طلع معك يعوض 9 9 في 2 لا هم 9 في 4 36 صح؟ وهي كم؟ 16 بوم 2-1 6 36 على 6 6 زائد 6 12 وهو سالب 12 6 جاهز؟ الحل صح فضلنا نطلع عندي أطلع عن 1-2 هاي عن 1-2 بتكون عندي fixed moment هو سالب 6 زائد 2 اي ار ثيتا 1 ثيتا 2 بس هي 9 على اي ار صفر صفرها بطلع معي ام 1-2 طبعا 2 على ال ب 6 صح 18 على 6 3 سالب 3 سالب 3 صح ام 1-2 سالب 3 سالب 3 هي طلعت ام 1-2 ام 2-3 شو ظل عندي اخر خطوه سالب 3 يعني عكس قرب الساعة يعني هيك 3 وعندي بس هذا عندي هنا مومنت 12 12 زين بدهم بعض بدهم بعض مو زين انت مش هيك صار زين صح وضعك صفر هسه ايش رياكشن اذا ضل عندي 3 هذول بدهم بعض يعني خلص اعتبرني مش مرسوم صراحة ضل عندي بس هذا رياكشن بطلع مومنت بطلع الاثنين بطلع معك استنبطت الفريم واللي هي اخر فكره بدل اخر فكرتين هذا بتكون سؤال خلص هاي الفورم كانتيليفر بس يعني في اسئله بس اكثر يعني طلع الكانتيليفر لحاله خلص كمل صار الفريم امتحان طويل نفس الشيء امتحان قصير لك على السريع لا السريع قصير بتخلصها قبل ثواني بس المشكله بالرياكشن بتوعها الاستراكشر اللي كلها بايخه والامتحان مش طويل كثير الاستراكشر كثير الاستراكشر نطلع المومنت معادله المومنت عم بتبلش بالستوب ديفليكشن والبرايمري هاي بعدين بلش بالفورس ميثود ما في خليها شو ما حطوا لي حطوا لي طيب بكسبني 15 عام ناقص 15 مش معقول ما نقدر نحل لا بس الوقت يعني انا والله ولا سؤال حاولت احله بسرعه كله تفتت لي عشان بعرف شو مستواي هذا عشان بكره كنت بعمل له مراجعه على جاب صفر خلص ما شاء الله السؤال سمعت انا ما شفت شو شو كان احكي له طيب شو الله والله معتصم قولهم قولهم يسوي واحد ثاني احسن من تبقى خذها بس ما ضرب واحد ثاني استنى واحد لا لا بقول عسل ما ننزل بناخذها بس جازوها مش عارف طيب عندي انتهى السؤال سنوات طبعا حصري مش مع حدا انا اللي ساكته طيب يلا صارت مكان مع الصورة 8 متر عندك هاي 2 متر وعندك هاي مسافة 2 متر من هون لهون وهو
وكم سبتين يعني هيك اثنين هذا بدنا نحلو على الفورس ميثود شو ثيرد اوردر غير ثيرد اوردر مهم شان هيك بقى انا لما شفت اول الفصل انا اول الفصل مع هذا السؤال انا كنت شو باخذ سبت فيكشن بحكي هالشو بده يحله كان انا وجاي ثلاث اسئله كان هذا اعتبر كانتليفر؟ كانتليفر ايوه اصلا هو بالامتحان حكي لك هاي فري يعني هسه هو حكى لي اذا هاي فري وهاي كلام قبل الترقيم اول خطوه قلنا ستيب زيرو ايوه ستيب زيرو بناخذ الكانتليفر بنقطعها عليها 8 عليها 4 وعليها الفي عليها المومنت اي مومنت فالسالب 1 2 السالب 1 من 4 خل ترقيم عشان ما نتخبط عندي هذا المنبار الأول عندي هذا الثاني هيك حكالي وهذا الثالث حكالي هذا واحد اثنين ثلاث أربعة شايف زي هيك فهسا هذا أم واحد اثنين أم اثنين واحد أم اثنين ثلاث أم ثلاث اثنين وهذا يكون أم اثنين أربعة صح؟ هاي اثنين أربعة صح؟ فهاي أم اثنين أربعة هاي أم أربعة فالسيجما مومنت تساوي صفر بده يكون عندي ام 2 4 انت وين اخر 2 هذا مومنت طيب هذا جوينت 2 وهذا جوينت 4 انا هيك اخذت ثاني قطعه شايف ام 2 4 هاي ام 4 8 هي تكت 0 ام 2 4 زائد 8 هاي 2 متر 8 متر 2 تساوي 0 اذا ام 2 4 تساوي سالب 16 سالب 16 يعني عكس طرفي يعني هيك هاي 16 كيف هاي مع قارب الساعه صح هاي 16 مع قارب الساعه 16 مع قارب الساعه تكتب 16 مع قارب الساعه يعني ماشي طلعت معي سالب بس راح اعوضها بعباره عن السين تبعها 16 شو عاوز سالب 16 لانها مع عقارب الساعه هي كيف كانت في الاصل هيك صح؟ كانت هيك طلعت معي سالب سالب يعني عكس السين اللي هو هذا يعني ايش؟ لما عوضها بمعادله سوبد فيكشن بعوضها مع عقارب الساعه ممكن فرض غلط او فرض لازم العكس لا لا هو السوبد فيكشن لما اخذ فيكست اند مومنت باخذ ام 1 2 ام 2 3 العكس عقارب الساعه سالب ومع عقارب الساعه موجب بس هون انا قطعت صح؟ لما قطعت بدي اوجد المومنت هذا طلع معي 16 طلع معي سالب 16 سالب 16 لو عكس هيك سالب 16 تغير السهم مع قارب الساعة مع قارب الساعة موجب هيك انا ما عكستش السالب هاي عبارة عن اشارة عن الاتجاه اما اللي هناك الاتجاه هو عكس قارب الساعة فهي هو خطوة طبعاً اللي هي ام 2 4 ام 4 2 0 لانه 3 طيب هسه الدور 12 رياكشن 6 والفري 6 معناته هذا ثيرد اوردر مومنت ديجرام عندي كل منبر لحال هذا المنبر الاول عليه طالع من هون زي الجيم المنبر الثاني في عليه طالع من هون وعليه لودين لودين عادي يعني زي المهم انه الفكره كمان من هاي المنبر الثالث هو الكنتينيفر زي صح؟ هاي المومنت ديجرام هذا ام 1 2 هذا ام 2 1 وهذا ام 2 3 وهذا ام 3 2 وهذا ام 2 4 طلعته وهذا ام 4 2 هسا هذا طلعته صفرني اثنين مجهولات يعني مش راح نحكي هذا بساوي هذا لا مجموع هذول بساوي شوف كيف الصورة أطول يعني هسا لما وجدت رياكشن شوف قديش بفاضل فصار لما توجد رياكشن واحد واحد وواحد من هون والوسطيه نفس الشيء واحد واحد وواحد من هون ماشي؟ طيب ما لنا شمال الفجر بس خلينا باللي اعلى ثاني خطوه كل فيكست مون يعني ستيب تو هذا فيكست خليه زي هيك فيكست هو اربعه وثمانيه دبليو هسه هاي اللي هو هيك فهي سالب دبليو على تربيع 8 وهذه دبليو على تربيع 8 كم بتطلع سالب 21 ضرب 3
ما أدري بالعكس يعني شو يعني بس انا كنت اعرف ولا تسلم دائما من جهه نفس الشيء. طيب بس هذا فيكس المونتاج الشغل هذا الفكره مش محتاج بسؤال لحالها هذا مشان نتخلص 10 هون 5 هون 2 نكتب هون 2 نكتب هو كان توصل هيك السؤال اللي قلته بس درجه فيكس المونتاج ما فيش حاله زي هيك في حاله بتقول لي انه لما مسكت هذا لحاله مسكت هذا لحاله وجمعه إذا كان أخذت سوبر بوزيشن، إذا كان مسكت دورة اثنين، هيك الفيكس. هذا لحاله 8 متر، وهذا لحاله 4، إذا كان مسكت الثاني، هذا اللي هو اللود اللي هو 5. مسكت اللود الثاني اللي هو 10، كانت هاي 4، هاي 2. الفيكس تكون مهمة اللي هون. والفيكس تكون مهمة اللي هون، بجمعهم سوا بيعطيني هذا السعر. بالسالب. بالسالب أكيد، أنا هذا سالب وهذا سالب. عشان هيك يعني فلما تفتح سوبر بوزيشن هي فعليا زي فورس ميثود خلاص صار السوبر بوزيشن هي فورس ميثود كنت بدي اسالك عنها انه لو دمجنا اكثر من شغله سوا يعني خلص هيك وصلت هيك وصلت تمام فهون بالسؤال فكره انه حطهم اثنين بي اي تربيع تبع ممكن نجيب لك اياها بامتحان واحده بي ال على 4 على 8 واحده بي ال على اي والله واحده تكون سهله فشو بدها تكون؟ فيكس اند مور هاي ايش تكون؟ اثنين ثلاث بدها تساوي هسه هاي المسافة القريبة صح؟ اللي هو لو بنشتغل بال 5 سالب 5 في المسافة القريبة 2 في البعيد اللي هي 4 تربيع على طول الممر كامل 6 تربيع سالب 10 في المسافة القريبة 4 في 2 تربيع على كامل 4 تربيع 6 تربيع اطلعوا معي هذا كله فيكس المومنت 1 2 سالب 8 سالب 2 3 تمام سالب 8 1 2 فيكس المومنت 3 2 يساوي هسه هاي القريبة وهي البعيدة بالنسبة للود الأول اللي هو 5 في 4 2 تربيع على 1000 تربيع و 6 تربيع زائد اللي هو الرقم القريب 10 في 2 في 4 تربيع على 6 تربيع يطلع معي 11.11 هاي طبعاً الأربع فيكسات اسمها في المعادلات طيب هسه هو مبدأ أول نفس المبدأ استخدمه شو الواحد عندي ماشي هسه هاي هي ايش ستيب 2 ستيب 3 كتبت المعادلات صح؟ كتبت ستيب 4 الأنام شو الأنام عندي؟ راح تكون عندي ثيتا 1 ثيتا 2 وثيتا 3 صح؟ وتلتا 1 2 وتلتا 2 3 تلتا 2 4 ما نحسبهاش حناخذ المنبرين بس ها وراك وها منبرين بس حلو فثيتا 1 0 لانه فيكس صح؟ وثيتا 3 0 لانه فيكس وهي 0 ما كانش فيكس المومنت وهي 0 ما كانش فيكس المومنت شو صفر مجهول؟ ثيتا 2 وباخذ سيجما مومنت عندي 2 عندي اثنين شو بتساوي؟ زيرو هاي اثنين هاي المنطقة كلها اثنين راح اقول له عندي ام اثنين واحد زائد ام اثنين ثلاث زائد ام اثنين اربعة بتساوي صفر هاي هي سيجما مومنت ام اثنين صح؟ ام اثنين اربعة كم طلع معي؟ معقرب الساعة موجب 16 زائد معادلة هاف زائد معادلة هاف بتطلع معي ثيتا 2 كم طلعت معي ثيتا 2 طلعت معي ثيتا 2 سالب 24.3 تطلع معي ثيتا 2 ماشي هيك انا هيك طلعت ثيتا 2 فشو صفى عندي؟ طلع رياكشن هسه هون هون البلش هون الغربة بس هيك خلص السؤال صح؟ هسه طلع لي طلع هسه بتطلع لي المومنتات على جنب
عم واحد اثنين صار ب 15.975 يعني كم 16 هون السالب السالب هون عكسي يعني عكسي سالب 16 هاي المنتج هسه هذا الفريم عندي بقسمه ها هاي فيكس قلت لي اكتب طلعت زي المهم جبت لهم تخرج بس هذول 1 2 1 2 1 2 3 هذول كان لا انا طلعت فيهم هم اذا كان موجب اخليه موجب سالب بخليها سالب هسه خلص هسه عندي بالبدايه لما اشتغلت على كانت ليفا بالبدايه استعملت 6-0 اخذت سيجما المومنت عشان اطلع قيمه المومنت على النقطه الاولى تمام بس طلعت معك سالب 16 سالب 16 كيف كنت فارضها انا؟ انت كنت فارضها هيك الكنتريبا هيك القطع هيك لما نقطع صح انت هيك فرض هيك كانت الاصل مظبوط واخذ السيجما عموما عكس اقارب الساعه موجب زي ما بدنا نحسب الزمن تمام خلاني هاي 2 متر طلع معي سالب 16 صح تمام سالب 16 معناها هذا السهم عكس عكس بعرف هيك يعني انت بالاول كنت فارضه شيء وبعدين طلع شيء زي هيك انا المهم يعكس السهم السهم النهائي بس معي اللي ببلش اشتغل عليه ماليش بالاشاره حكيت لك ماليش بالاشاره الى الاتجاه اتجاهه 16 خلص طب لو تركته انا سالب 16 بتفرق ولا شيء طول اصلا بس ما هو اصلا دكتور لما يشرح كان كان من الاستراكشر 1 باخذ سيجما مومنت مع عقارب الساعه موجود اذا كنت تحضر او تلاحظ كان دائما ياخذ مع عقارب الساعه موجود لا انا متعود هاي الشغله صف عندي زي هيك قال لي في اكشنات هون في عندي اكشنات ماما هاي اخطر هون مثلا هسه في عندي هون ار2 اكس هسه اذا هيدا اكس لهيك بتكون عندي اكس لهيك كامله كيف؟ السائل الاعتماد 1 هاي 1 2 هون في مومنت صحيح هو
سالب يعني عكس اقارب الساعة سالب عن الاثنين هاي هيك الشكل هسا ممكن تحسبه ستراكشر 1 لو اخذت هذا لحاله هذا لحاله شايف هاي اخذت سيجما مومنت هون بيطلع معك ار 3 واي واخذت سيجما اف واي بيطلع معك ار 2 واي صح؟ هسا صفت الاكس مجهول صح؟ الاكس الار 2 اكس معلش لازم اطلعها الفريم لازم تطلع راح يطلع معك هسا هسا اخذت اربع موجي اخذت سيجما اف واي مشان توجد الرياكشن هاف توجد الرياكشن هاف والرياكشن من الجهه الثانيه فهي ثمانية هاي ثمانية صح؟ اذا هاي ثمانية اذا هاي ثمانية صح؟ تاكر بس ما عاد تقرا ما هو بيرتو هاي ثمانية صح؟ هاي ثمانية صح؟ اه راح تعمل رياكشن بول هيك ثمانية على الفريم شو بدها تعمل؟ ثمانية اذا تعمل ثمانية مش قلنا احنا بنجمعهم بنجمعهم ما هو ثمانية هاي جهه شو؟ وهي من هون انا طلعتها من هون اه اجا بس لما جمعت هاي هاي طلعت معي هاي صح؟ اه هسه هاي تساوي رياكشن طلعت الار 1 واي اه ما قلت لك هاي هاي لما تاخذ مومنت هون لما تاخذ مومنت هون هسه ما فيش اكس صح؟ اذا ما فيش اكس من هاي الجهه فضلت الاكس هاي الجهه وهاي الجهه صح؟ بس لما تاخذ مومنت هون بتظل فكره انا مش يعني هذا مثلا هذا السؤال انا غلطان فيه رجع انا صورته انتم بي دي اف مش معدل تعال معدلون الغلط انه هون حطيت بي ال على على اربعه مش على ثمانيه خلص وقفت صار خلص وقف الهاي انا حطيت هون بي ال على اربعه مش بي ال